طمني على اسعار اللحمه، فرحني باسعار اللحمه شويه. هي الاسعار هبطت شويه زي يعني ما حضرتك قلت كده، اللحوم المستورده بتتراوح من 200 ل 230 جنيه. خلينا في ال 200 بلاش ال 30 دي، يعني انا بقول لك حسب القطعيه ما نشيلها. وانا اظن برضو السعر ده مغالى برضو، فيه المفروض تنزل عن كده شويه كمان. تفتكر المفروض تنزل على كام يبقى سعر عادل؟ ترجع للسعر القديم بتاعها اللي لما وقت لما كان الدولار ب 47 و48 و50 كان دي سعرها 175 جنيه. 175 المفروض تنزل لنفس السعر ده، يعني من 150 من 150 ل 175. المفروض تنزل للسعر ده تاني. عظيم. يعني هي كده برضه هي بتنزل تدريجي، لسه النزول ما تمش لاقصى درجه. طيب تتوقع المستورده الحيه كانت ب 200 جنيه نزلت لغايه 160 ودلوقتي طلعت تاني لغايه 180، المفروض تنزل برضه عن كده، لان هي دي العقول اللي كانت اصلا وقت الدولار ما كان ب 50 جنيه كانت دي ب 120 جنيه. طيب فالمفروض يبقى في رقابه على المستوردين. رقابة على المستوردين، أظن الرقابة على المستوردين بتبقى أسهل شويتين من الرقابة على مجمل الأسواق، لأن المستوردين ليهم عدد واضح بسجلات واضحة بأوامر إفراج من المواني برضو بتبقى واضحة.